السلام عليكم البنات، كديرين؟ لاباس عليكم؟ بخير هانين؟ كدايره مع الصحه؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو ديال الزيتون ان شاء الله الرحمن الرحيم. اليوم غنوريكم هذا الفيديو ديال الزيتون ان شاء الله، نوريكم الطريقه اللي كندير ليه انا باش كنصاوبو. انتم البنات هنايا كتحطي واحد لمسن كبير هذا هكا، شديه ديري عليه ميكا اولا ديري عليه شيفونه بحال هكا باش ما يعطيش الصوت، وداك الشيء اللي غادي يطير غادي يلصق في الشيفونه بحال هكذا. صافي البنات، وغتبداو تخبطوا فيه بهذا المسن بحال هكذا، ضربه 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 ضربه، وكتلوحوا هنايا كيف ما شفتوا هنايا. ها انتم شفتوا، ها هو البنات فرشختو ها هو تفرشخ، شوفوا شفتوا البنات، كتضربوه ضربه واحده باش كيجي زوين. واللي ما عرفتش تضرب بحال هكا كتضربيه بالموس بحال هكا، كتقطعيه اربعه تقطيعات بالموس، ولكن كيتعطل اللهم كتضربيه كتفرشخيه كيجي رائع، وكيدغيا كيدير كيحلى في الماء. وها انتم معايا كيف ما قلت لكم البنات، ها انتم كتشوفوا، ها هي كتضربوا بحال هكا كتفرشخ هكذا كتحطو هكا. صافي ها نتوما شفتوا البنات، صافي الزيتون ديالنا هكا، وكتلوحو في الطاوة كتبقاو غادين بحال هكذا. ها نتوما البنات كديروا واحد الكمشة في يديكم باش تسرعوا، وديروا هكا وديروا هكذا هكا الى اخره. ملي غنساليو البنات غادي نضربوها لي بواحد الغسله، غسله ولا جوج. انا بحال هاد الوريقات كنخليهم، كنخلي فيه هاد الوريقات، كنخلي فيه هاد العويدات هكذا، كنخليهم البنات باش كيجيو عاطين تهما واحد الطعم. واحد اصلا الورق ديال الزيتون عجيب، لا في الشراب ديالو ولا في هانتي الشيء كيفاش كتفرشخ ولا في كل شيء البنات. وها انتم معايا هنا البنات كنغسل فيه، انتم كتشوفوا غادي نغسلو جوج غسلات يتغسل مزيان، ونديرو في القراعي البنات، قرعه غليظه وعريضه على قد الزيتون بالحق. صافي البنات، وغنخليه 10 ايام، 10 ايام يبقى مرقد، كل نهار نبدل ليه الماء ديالو. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.